عندنا نعجة قد ولدت، نقوم لها بالرعاية. أول شيء نبحث عن السلأ يعني المشيمة وندمرها. هذه المشيمة يتم تدميرها، إما حرقها إما دفنها. إذا هذه أنثى ولا يوجد أي عيوب خلقية، فتحة الشرج موجودة. إذا لا يوجد أي عيوب خلقية نقوم بتطهير السرة. تطهير السرة يكون ببرمنجانات البوتاسيوم، هو الأول. ثم باليود، اليود 10%. تطهير السرة يكون ساعتين بعد الولادة، ثم 4 ساعات، ثم 6 ساعات، ثم 12 ساعة، ثم 24 ساعة بعد الولادة. الآن الأم، إذا نعطيها الأدوية التي صنعناها. أول حاجة مانسينيت الذي هو مانغانيز غلايسينيت، كاليس كالسيوم لايسينيت، ماكسينيت ماغنيزيوم غلايسينيت، هذا تريبوتافيت الذي هو عبارة عن تريبوتاسيوم فوسفيت، مصدر الفوسفور والبوتاسيوم. ونطريوديل مصدر اليود، يوضع نقطة فوق الظهر. خمسة ملليلتر فيها 50 ملغرام يود و 100 ملغرام بوتاسيوم ايودايد، يوضع نقطة فوق الظهر. الآن منتج زوليف 3%، 5 مللتر فيها 150 ملغرام زنك أوكسيد، هذا أيضا صنعناه لتزويدها بالزنك، لأن النعجة المرضعة تفقد الكثير من الزنك في الحليب. يعطى عن طريق الحقن العضلي العميق. الآن المرة الثانية تنظيف السرة. هذه برمنجانات البوتاسيوم مطهر، وهذه اليود مطهر ومجفف للسرة. ما أيه أروح. الآن نعطيها 5 مللتر فيريك أمونيوم سيتريت، كنا قد صنعناه
بتركيز 2%، يعني 100 ميلي غرام عن طريق الفم لتزويدها بالحديد. الحديد يحميها من أكل التراب. الآن الأم نعطيها أيضا 10 مللتر فيريك أمونيوم سيتريت بنسبة 2%، يعني 200 ميلي غرام. بسبب أنها ضيعت الدم في الولادة. للمرة الثالثة التنظيف ببرمنجنات البوتاسيوم. وثم اليود. هذه المرة الثالثة. إذا في المساء المتأخر مجددا ننقي السراء للمرة الرابعة ببرمنجنات البوتاسيوم. ثم باليود. هذا يمنع دخول الجراثيم من السرة إلى أعضاء الجسم. عدم تنقية وتطهير السرة يسبب المشاكل التالية: ذات الرئة، التهاب المفاصل بولي أرترايتس ذات الرئة أو الالتهاب الرئوي نومونيا، أو تشكل الخراجات بداخل الجسم في الرئة في الجهاز العصبي المركزي. تنقية السرة أيضا عدم تنقية السرة أيضا يسبب السبتيسيميا، تعفن الدم ومشاكل السبتيسيميا، يشكل الأنفاليتس التهاب السرة إلى آخره. غدا صباحا نكمل العلاجات. الآن بعد 24 ساعة في الصباح الباكر تنظيف السرة للمرة الأخيرة ببرمنجنات البوتاسيوم. واليود. نعطيها 1 مللتر هاء سيلينيوم، 1 مللتر هاء فيتامين هاء، 1 مللتر فيتامين ألف ديل 3 هاء، يعني 3 مللتر. نلقحها ضد التسمم المعوي ونعطيها الفيتامين بي 12. كل هذه الأدوية التي ذكرت لكم إياها اليوم والبارح تجدونها عند البيطري المحلي بالنسبة للفلاحين. هذه ضد التسمم المعوي. وهذه الفيتامين بي 12 1 مللتر فيها 1 ملي غرام. الآن انتهينا مع البنت. الآن الأم نعطيها أيضا 1 مللتر
فيتامين ه سيلينيوم 1 مللتر، فيتامين ه 1 مللتر، فيتامين الف 3 ه تجدها عند البيطري، يعني كل 3 مللتر. لقاح ضد التسمم المعوي، دواء ضد النغف الأنف لأنه هذه المنطقة موبوءة، ضد الأستروزيس، انتهينا. إلى اللقاء.